سي بن كيران، نحن في حزب الأصالة والمعاصرة نحترموه لأن كان رئيس حكومة، وغادي نحترموه إلى الأبد لأن واحد لقطة قاد حكومة داخل المملكة ديالنا. لكن غنجاوبو كأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر وتنشكرهم لأن فاش تيجيو كيأكدوا بأنهم هما كيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطية ديال بلادنا، وحد الأصالة والمعاصرة حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا، تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوب لأن احتراما للمغاربة كنبغيوش نهبطوا المستوى في النقاش، كنحاولوا نهضروا على مشاريع، كنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربة والمغربيات اللي خاصة في هذه الظرفية كيعانيو وكيعانيو الكثير، والحلول ماشي دايما سهلة نلقاوها. وتنتمناو نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشنا معاهم. كاين سي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود أكدوا البارح بأن حزب الأصالة والمعاصرة حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوصا سي بن كيران يوم جاوبنا كحزب، إما كانوا مزايدات سياسية، وإلا كانت مزايدات سياسية سمحها الله لهما لا هو لا الآخرين، إما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتصنتوا ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.